كي جي 1 2 فيرست جريد هيخشوا حاجات كده خالص خالص. اوكي اللي داخل اولى ثانوي هيخش في طريق لا ينتهي بالثانويه العامه، ينتهي بشيء اخر. لو مش شيء اخر، مش هو شيء اخر، يعني عندنا هو شيء اخر، ده شيء بسيط جدا. شهاده برضه اسمها شهاده اتمام الثانويه العامه، فيها مجموع. الفرق بين المجموع نحسبه على امتحان على مدار 3 اسابيع فقط، ولا نحسبه على مدار مجموعه من الانشطه والامتحانات والاختبارات اشكال مبتكره جدا على مدار 3 سنين. فاحنا هنستبدل المجموع اللي بيطلع في الشهاده النهائيه كونه يحصل في امتحان واحد اللي بيعتبر معركه عسكريه ده الى تراكم باوزان وباشكال ما فيهاش العيوب اللي موجوده حاليا وبامتحانات مبتكره جدا. ده اللي احنا بنحسمه دلوقتي علشان يطلع مجموع تراكمي يخش في الجامعه. الهدف ايوه يعمل كده، يخش في الجامعه بره مادة التنسيق ولا يقعد في البيت؟ ده المحور. احنا بالنسبه لنا بنطلع بندي للتعليم العالي الهدف، ندي شاب او شابه تم تقييمه بصوره مرضيه بحيث قرينا المهارات. التعليم العالي محتاج يقرر هل هو هيكمل بنظام التنسيق وياخد نفس المجموع اللي دخله التنسيق، ولا هيعمل شيء تاني على ناحيته. ده حوار لازال مفتوح، بس دي جزء بتاعنا احنا عاوزين نديله فين؟ نديله فين؟ لا مش منفصلين، لا بنتكلم مع بعض. ما انا قلت لحضرتك انا في المجلس الاعلى للجامعات فبحاول اقنع في المدارس. طبعا التغيير صعب والمخاوف الناس لازم نلاقي لها حل، فالناس خايفه على الجانبين، خايفه على الجانب بتاع التعليم الثانوي من بعض الدرجات لما تتحط في ايد اشخاص يؤثروا عليها، وهو تخوف مفهوم وبنحاول نلاقي الحل التقني والتقييمي من الخبراء اللي ما يخليش ده يحصل. بس في الجامعه قالوا لنا نفس الكلام، قالوا لو شدوا نظام التنسيق هيبقى في خيار وفاكوس وبتاع، وده اللي مسؤوليه الجامعه انها تجد وسيله للقبول في الجامعه زي دول العالم كلها، ما فيهاش لا الواسطه ولا المحسوبيه ولا حاجه.